خلونا نرحب بالدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة. برحب بحضرتك يا دكتور هشام. أهلا بك أستاذ المشاهدين. أهلا بك. حزب الإصلاح كيف نظرة لتثبيت سعر المحروقات؟ حزب الإصلاح والنهضة شاف في البداية لتثبيت سعر المحروقات إن هو بيثمن قرار طبعا اللجنة بما يتوافق مع التخفيف عن كاهل المواطن في ظل الأزمة العالمية اللي بيمر بها العالم كله في أزمة ارتفاع سعر الطاقة وارتفاع سعر الدولار. زي ما انت حضرتك تفضلت قلت ان احنا بالنسبة لنا عامل أساسي بنتحرك عليه يا اما سعر البترول او سعر الدولار. احنا دلوقتي في العالم عندنا مشكلتين كبار جدا، ان هو أسعار الطاقة ارتفع بشكل كبير جدا وسعر الدولار ارتفع بشكل كبير جدا. فبصراحة سعر التثبيت في المرحلة دي بيدل على حساسية كبيرة جدا فيما يتعلق بالإحساس بالمواطن وتخفيف الكاهل عنه في ظل الأزمة اللي احنا بنمر بيه. وبرضه أنا شايف إن الاهتمام بالجانب الاجتماعي للقرارات الاقتصادية ده أمر لا غنى عنه، وخصوصا في الظروف اللي احنا بنمر بيها دلوقتي والمواطن، وتقدير الحكومة المصرية والرئاسة المصرية للوضع اللي بيمر بيه المواطن في المرحلة دي. فالتثبيت يعني بصراحة في توقيته جدا يعني وحضرتك بتتكلم عن التوقيت، هو بالمصادفة بيمر 3 سنوات على تدشين حياة كريمة، وربما هي صدفة جيدة. احنا يعني كل اللي بيحصل في مصر حتى الإصلاحات الهيكلية اللي هي تعتبر صعبة، ولكن احنا بالنسبة لنا لازم كلنا نفهم ان احنا بالنسبة لنا احنا بنبني بلد على أركان اقتصادية الحمد لله ساعدتنا ان احنا مرينا بأزمتين كبار جدا، وقعوا دول وعاملين مظاهرات في دول هي مستقرة اكتر مننا بكتير جدا. فالحمد لله احنا نحمد ربنا ان الاقتصاد المصري انه استطاع ان هو يصد يعني هجمتين كبار، واحده بتاعه كورونا والازمه اللي احنا موجودين فيها. احنا مش حاسين، كل المنتجات موجوده الحمد لله، الدنيا ماشيه كويس، ولا يجب ان احنا نعترف برضو ان هو الوضع صعب عالميا، واحنا كلنا محتاجين نكون مع بعض، والحكومه حاسه بالمواطن، بنتحرك بسرعه، شايف حركه دؤوبه في كل الميادين. محتاجين احنا في الجانب ده ان احنا بالنسبه لنا دي فرصه بالنسبه لنا بتقول لنا احنا محتاجين نبحث عن مصادر طاقه بديله زي اللي احنا عاملينه في اسوان وغيره. وزي ما حضرتك عارف ان قمه المناخ كوب 27 جايه، ومصر محطه عالميه ان هي بالنسبه لنا ممكن يكون عندنا فرص كبيره جدا في استثمارات الطاقه. وبعد المؤتمر يعني لو احنا استفدنا منه بشكل كبير ممكن ينقلنا نقله كبيره جدا فيما يتعلق بموضوع الطاقه النظيفه، ونكون هب يعني مركز للشرق الاوسط ممكن ننطلق منه لتصدير الطاقه النظيفه دي لكل انحاء اوروبا عبر البحر المتوسط. وده هيخلينا برضو في المؤتمر الاقتصادي ان احنا محتاجين ندعم الشركات الناشئه والاستثمارات المحليه المتخصصه في بدائل الطاقه، ونديها اولويه واهميه عشان احنا شفنا موضوع الطاقه واثر وبيأثر بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالجزء. وربما دكتور هشام ده هدف معلن اتكلم عنه الرئيس السيسي اكتر من مره، انه مصر تكون مركز عالمي كمان للطاقه. ودي نقطه شديده الاهميه، واحنا شغالين عليها من ساعه حقل ظهر، واحنا بالنسبه لنا شغالين، وكمان احنا بالنسبه لنا الطاقه الشمسيه اللي موجوده في اسوان مقدمه دليل وبتدي طاقه كبيره مش صغيره، وعندنا فرص كبيره جدا ان احنا نكون محطه مجمعه لمنطقه اوروبا والشرق الاوسط كله. مصر عندها فرص، محتاجين ان احنا نشتغل عليها من خلال المؤتمر الاقتصادي وبعد مؤتمر المناخ ان شاء الله. دي هتدينا فرصه كويسه جدا لحل اشكاليه الطاقه في مصر وفي المنطقه عموما يعني باذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضه، كنت معي هاتفيا من القاهره.